موضوع بهم جميع الطلاب والأهالي. يعني نحن عم نمرق هلأ بمرحلة الامتحانات، التعليم الأساسي بلشوا طلابنا، وبعد فترة أيام يعني أو خلينا نقول أسبوع أسابيع بتفصلنا عن الشهادات. هاي الفترة عم تكون هيك ضاغطة مربكة للأهل، متعبة نفسيا جسديا صحيا خلينا نقول على الطلاب وعلى الأهل. يمكن اليوم الأهل بيكون التوتر عندهم كتير كبير، وهذا التوتر بينقلوه لأولادهم، وهذا الشيء نابع من خلينا نقول من عاطفة الأهل كرمال ابنهم يروح لأجمل النتائج وأفضل النتائج. يا هاجي صحيح يا رشا، أكيد هذا الضغط والقلق والتوتر أكيد بيرافق طلابنا بهي المرحلة، وأكيد هو شيء طبيعي ما لازم أكيد كتير ندقيق عليه، لا لازم نحن نحاول قد ما فينا ندعمهم نفسيا ومعنويا ونشجعهم أكثر على الدراسة الصحيحة واستغلال أكيد الوقت لحتى ينجزوا كل شيء بهمهم من المواد الدراسية. رح نعرف أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه تكون ضيفتنا لليوم الاستاذه فاتن النظام، مدربه تنميه بشريه وتنميه المهارات. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذه. اهلا وسهلا. يعني احنا اول شيء صباح الخير دكتوره. يسعد صباحك. يعني عند جميع انواع القلق يعني موجوده، وصلنا اليوم للقلق الدراسي. خلينا اليوم بالتنميه البشريه، شو هذا القلق وكيف بيصيب الطلاب؟ يمكن بيصيب الاهل اكثر. والله بالفعل بدي اقول لك اياها. اول شيء بدايه كلمه القلق، هو يعني القلق الامتحاني هو خلينا نقول حاله طبيعيه. يعني احنا اي حدا عنده امتحان، عندك مقابله، عندك اي شيء، شو بصير في عندك رهبه من الامتحان؟ فهذا امر طبيعي اذا كان بحدود الطبيعي، يعني انه انت صار عندك نوع من التوتر، يمكن تضايقتي مثلا، فكرتي فيه زياده، هذا ضمن حاله طبيعيه. وبصراحه القلق اللي هو بيختلف من شخص لشخص، يعني في عالم مثلا بتكون نفس البيت بس في عندك ولد كثير متوتر، حدا كثير متوتر وبيوتر الاخرين، وشو بقول لك انه ليش ما عم تتوتر؟ انه ليش ليش طبيعي مو طبيعي انت انه ما عم تتوتر؟ هذا نقطه. في كثير عنا عالم تمازج واختلاف بهالقصه. القلق الامتحاني اللي هلا بدي احكي عنه اللي هو عباره عن هو حاله نفسيه، حالة نفسية اللي هي ما بتجي بس أثناء الامتحان، لا هي بصراحة هلأ بتبلش تواكب الأشخاص والطلاب، اللي هي ببلش عندي نوع من التوتر، بصير عندي نوع من استعصاء الذاكرة، بصير في عندي نوع من أنه أنا نسيان. هي كلمة أنا كتير نسيان، أنا ما عم بتذكر شيء تماما. هي القصص هون بصير في عندي القلق الزائد اللي هو صار عندي مفرط، صار عندي تدهور بأمور الحياتية للطالب، اللي هو أمور سلوكية معرفية جسدية، حتى بتلاقي انه هو صار عنده الستريس عالي، تعصيب عالي، فهذا بكل الحيثيات. فالقلق اللي هون هو عبارة عن هون بخوف، هون بنقول تطلع له اعراض جسديه، اللي هو كثير في كثير عنا طلاب ببلش هلا تشنج البطن، صحيح، وبلش ما بقعدوا هي، وبصير انه انا ما عم بقدر، او بصير عنده حاله من الاختناق انه انا ما عم بقدر اتنفس، شوفي ما عم بطلع تنفسي، وبصير بيعمل زياده. هذا قبل الامتحان، اما اثناء الامتحان فبصير عن الغثيات وسيارات الاسعاف. تمام. فهون في عنا حالات حقيقه انا لازم اراقبها اللي هو ما قبل الامتحان. يعني للاسف الرهبه والخوف من قصه الامتحانات للشهادات لساتها موجوده يمكن وبترافق كل الطلاب. تعرفنا من حضرتك دكتوره عن القلق الامتحاني، خلينا نحن هلا نعرف شو اسباب هيدا القلق. هل ممكن تكون اسباب ضغط الدراسه وضغط التحضير، او ممكن اسباب عائليه؟ خلينا نوضح اكثر شو هي الاسباب، ونحن كيف ممكن نقدر اليوم نتحكم بهي الاسباب كرمال ما تنعكس بشكل سلبي على طلابنا. خلينا نقول نحن في عنا عده اسباب، اللي هي عنا في اسباب شخصيه، يعني هو بحد مثل ما قلت انا في عندي اختلاف عنه. تماما، يعني هو من طالب لطالب في عندنا مثلا تدهور بشخصيته، اللي هو عباره انه انا الا الثقه. تمام. الا الثقه بمعلوماته، الا حتى اسلوب دراسته اللي هي كانت يمكن عبثيه او اعتباطيه، انه فوضى تماما. فانت بس بده يسترجع اول معلومه، اذا هو خانته الذاكره فبيقول لانه انا غير قادر انه انا استمر بالامتحان. ممكن هي اسباب عائليه، وانا هون ما قلتيها يا حضرتك على انه التوتر او القلق الامتحان، هو بصراحة إذا أنت طلعتي مضبوط بالمكبر هو القلق للأهل، اللي هو حقيقة يعتبر من أهم الأسباب اللي عم بيخلوا الطالب يصير في عنده فوبيا، يعني مو بس إنه رهبة ولا قلق، فوبيا حقيقية. حالة استنفار بالامتحان، البيت كله هدوء، أي حركة، يعني هو دائما حلو الاهتمام، أنا مو ضد الاهتمام، وأنا خلي جو البيت إنه في حنا طالب بكالوريا أو طالب تاسع تماما، ولكن هو كمية الإفراط بإنه نحن ما في صوت، ما في حركة، ما في كذا، ما في ضيوف، فما في اي حدا، يعني لا تصوير ولا مراقب ولا شيء، يعني فانت هون شو بتوصلي؟ فانت حقيقه صار عندك حقيقه توتر، يعني اذا ما كان عندك توتر بصير عندك توتر. ثلاثه اللي هو عباره عن المقارنات،
اللي هو من اكثر الاسباب القلق الامتحاني هو المقارنات الاهل، ابن جيراننا وابن خالتك وابن عمتك ونحن وكذا، هذا كمان اكس. بالاضافه اللي عنا عم بيكون في عندي الاهل اللي هي تعرف ابنها مده 15 سنه بمستوى تعليمي معين بمستوى قدرات، فجاه بالبكالوريا والتاسع بدهم يعملوا انه هو صار نابغه. تمام. كيف شلون انه انا بصير طالبه هذا الجهد اللي انا عم بطلب، انه انا بطالبه انه بدك تجيب معدل عالي، بدك تجيب مهندس. تماما بدك تجيب انه اختصاص معين. فهذا شو عم بيخلي انت اذا كنت عم انت عم تدرسي طبيعي وبشكل طبيعي وعم تدخل معلومات بشكل طبيعي، كثر الضغط انه انا طب انا عم بستوعب هالقد، ولكن انا مثلا درجتي هي متوسطه، انا قدراتي وامكانياتي هالقد، ما تنكون نحن انه انا بدي اصير اعمله نابغه لابني، فانت حياتا ارهقتيه قبل، وحتى اذا كان بده يجيب متوسط او جيد هو ما عاد يجيب لانه صار في عنده بيقول لك انه انا خنت اهلي. تصوري انه شوف المفردات قد ايه قاسيه اللي بصير في عندك الافكار السلبيه والداخليه للطالب، انه انا بدي خجلهم، انا ما بيضت لهم وجههم بهي المفردات، خيبت هذا خيبت املهم، هلا شو بدهم يحكوا عليهم، بصير بيترك دراسته بيطلعوا بالجمهور اللي عم يتابع هالنابغه انه شو بده تماما شو بده يصير معه. يا ويله هذا الطالب اذا رفيقه او ابن حارته او ابن عمه جاب معدل اكثر، حياتا بحزن، حياتا بحزن، خاصه من الدائره الاولى الاقارب. صح. يعني هلا مثلا الاقارب اذا في عندنا بس شي بنت خاله او ابن خال بنفس المكان فهو حقيقه صار صعب، لانه في عندنا احيانا ما بعرف يا بغيبه مثلا انه في نحن كل واحد قدراته وامكانياته. صحيح. هي هي. طيب خلينا نروح بعد ما حكينا هيك عن الاسباب وهذا التوتر اللي كلياتنا مرقنا فيه. صحيح. يعني وكنا يمكن بفتره من الفترات نزعج من اهالينا انه عم تضغطونا كثير، يعني حرمتونا كل شيء بهي الفتره، ولكن فيما بعد بس تتزوجي ويصير عندك اطفال بتعرفي انه هي كانت خوف ومحبه القصه. صح. يعني خلينا نروح هيك لطرق بسيطه اليوم كيف نحن قادرين نتخلص من هذا القلق. نحن عم نحكي عن مصطلح جدا تاثيره النفسي سيء، يعني اول شيء نحن يعني هلا ما بنقدر نقول نحن التسيب انه ما في شيء وما عندنا شيء مهم، لانه نحن المهم هو انا بدي احول هذا القلق الى قلق ايجابي. كيف؟ اللي هو انا عندنا هدول الشهرين دراسه، لان انت بدك تحدد مستقبلك، فانت هون باول كلمه انا حولت القلق الى قلق ايجابي، بمعنى ماما هالسنتين وانت صرت شاب، هالسنتين صرت طالب جامعه تماما، فانا هون بقدر احولها الى قدر، بمعنى ان ارجيه الصوره الذهنيه يلي هو عم يرسمها، مو نحن كلياتنا عم نرسمها معه. تمام. اثنين اللي هو من العلاجات المهمه انه انا خلي الامور طبيعيه، بمعنى اذا انا مثلا دراسه هذا الطالب هو ليلي، في ناس كثير هي بتحب تدرس بالليل، انا ما افرض عليه انه انت بدك تدرس بالنهار، فانا خليه على حسب هو جسمه ساعته البيولوجيه هي امتى بتكون نشيطه جدا وامتى هي بتستقبل معلومات، انا بخليه بهذا الوقت. ثلاثه اللي هو عباره انا عدم فرض انه انا ساعه النوم انت لازم تنام هالقد وتقوم تشرب بهالوقت، وكان نحن صار عندي رجل اله صار بالبيت ما عاد هو انسان طبيعي، يعني انت هلا خلص وقتك استراحه، فانا لو كنت عم بقرا فقره انه لازم اترك صار عندي استراحه. البرامج الوهميه اللي هي الضاغطه اللي هي احيانا بتعمل شيء ضد، فمن العلاجات الاساسيه نحن هلا صرنا مع يعني احنا خلصنا هلا وقت الدراسه هلا وقت المراجعه انا هلا بقول انه نحن لازم كثير الطالب يحضر لاول ماده بصراحه، الماده الاولى اللي هي عباره بمعنى انت اذا فتي على الامتحان انت عندك قلق امتحان ورحتي جبتي علامه كويسه وبنفس الوقت صار في عندك نجاح، فهذا شو بيعطيكي دافع حقيقي ومحفز لانت تكملي امتحانك بالطريقه السليمه وتاخذي الاكسجين اللي هو الاكسجين الطبيعي. اما انا بدي اكمل بس انه بس مجرد ما عم بحكي وهيك فهون بتنضغطي، اذا انضربوا خاصه في عالم اذا انضربت اول ماده بصراحه بتسحب كل تنسحي. الامتحان بتنسحب بتضرب كل المواد بتقول لك لان لك اذا هي الماده اللي انا واثقه فيها وحضرت لها كثير وانا خسرت فيها فمعناتها انا ما بالك بالمواد الثانيه. فعنا من العلاجات كمان بهي الطريقه، والاهم انه انا مثلا اشتغل على انه هلا ما عاد في انه تمسكي الكتاب انه تسمعي له بهي الطريقه انه تعال شوف شو قديش دارس، هي المباغة الصدمات اللي هي انه انا هات ارجيني شو دارس تماما، هي ارجيني شو دارس ما عاد تنفع تماما. انت مجرد ما عملتي او تأتأت او الطالب عمل اي قصه
مدرس يا لطيف شو راحت الدنيا. لا هي عباره استرجاع معلوماتي شوي شوي، وما بدها الصدمات وانه انت كمشتي، لا هي عباره متابعتي انت كام وكاب، فانت تابعي بالطريقه السليمه، مو انه مباغته، لا هو مو صدمه، هو مو عدوك، هو ابنك بالنهايه، ابدا ما في اي تعارف بيناتكم. يعني يمكن بلشنا بالعد التنازلي وفتره المراجعه قربت تخلص، اليوم اللي درس درس ولحق، واللي ما درس يمكن بعوده الله. فخلينا نوضح اليوم خلال هي الدراسه اللي درسوا وخلال هي الفتره طرق لحتى يمكن يحافظوا على تركيزهم ويحافظوا على كل شيء درسوه كرمال الامتحان. شو فينا نعطيهم طرق للتركيز تكون صحيحه؟ الأول شيء نحن اتفضلتي قلتي اللي درس درس وما درس، اللي احنا درسه درس الدراسه التفصيليه التحليليه، لان عم نشوف بكل نقطه بكل قصه الرسمه شو عم وين مرتبطه اي سهم، هذا كله اسمه تفصيلي، لان عم بدرس مثل عم ناكل اكل الكتاب اكل. خلصت هي في عندي هلا صار طلع من هذا التفصيلي في شيء اسمه ملخص او شيء شمولي، اللي هو عندي النقاط الاساسيه اللي انا حسيت حالي انا ما كنت مركزه، اللي هو القلم الفسفوري اللي هو بيكون مبين لي انه انا هون، ركزي القلم الاورانجي اللي هو عندي هذا الاهم، هذا مثلا مكرر كثير تماما، فبلش عندي انا عم باخذ من هالماده مفاصل اساسيه. هلا اللي هلا بيجي الطالب هو ما بيكون المراجعه بمعنى انه كثير تدقيق، هو عباره عن الاضاءه اللي هو حاططها بالاضافه للاسئله اللي هو بيكون مثلا في عندي ملخصات عم يشتغل عليها، وهون نقطه كثير مهمه. مثلا تفضلتي قلتي انه انت درست كامل متكامل، هلا انت ما تلحق روح درس ملخصات. نحن الخطا الكبير اذا درسنا كتاب كمل من الكتاب، درسنا الملخص كمل من الملخص، لانه بعد انا بدي استرجع المعلومه انا بسترجعها بمكانها تماما، يعني انا اذا صار في عندي اختلاف مكانين انا حقيقه بصير عندي املا الفراغ الثاني، بصير بتذكر كلمتين تماما. لا وحتى انت بس تستذكري اي معلومه انت بتتذكريها بتقولي اي موجوده بالصفحه على اليمين فوق قدامك كذا، تمام، فانت بتاخذيها هيك المعلومه. اما انا بدي استذكر المعلومه من مكانين، فانت شو صار عندي؟ صار عندي خلط بالمعلومات وما حتتذكرهم الاثنين. بالاضافه بما تنقول نحن على التركيز، خلي الاهل كثير انه مثلا اذا سؤال لو الطلاب ما عرفاني يركزوا لهم اياه ويبينوا لهم اياه بالطريقه السليمه، مشان هن يصير في عندهم استرسال باستدعاء المعلومه. حلوه الفكره، يعني كنا استخدمنا هذا الاقلام ونقعد نخطط ونكتب، حتى بتحسي فيها راحه نفسيه وقت بتفتحي هذا الدفتر بتلاقي فيه كذا لون، بيعطيكي طاقه حلوه ما تفتحي انه دارستي انه اوكي، وانه في لون يعني اليوم عم يحرك لك هاي الصفحة اللي هي جامدة، هي كلها صح. معلومات ممكن تكون علمية كتير تقيلة. اليوم الناحية النفسية هي أهم شيء عند الطالب، اليوم بحاجة لدعم الأهل لدعم المحيط، واليوم هو دعمه لنفسه يمكن هو صح. أهم شيء، خلينا نحكي عن هاي الناحية وأهميتها. أول شيء الدعم لنفسه هو عبارة أنه أنا تعب هالسنة كلها، وهلا دائما البكالوريوس هي سنتين، يعني من وقت الصيفية البكالوريوس انه بلش يدرس، هي عبارة انه انا دائما في عندي انه انا بدي اشرب هالكاسة للاخير، تمام، بس انا في عندي بقي عندي شهرين وانا ببلش مرحلة جديدة. دائما كل واحد انت بدك تكبر التحفيز، انت كبري له الحلم تبعه، بمعنى انه ماما هانت الامور صارت بخير، يلا بقيان لك شهرين بكره بتفتح عندك حياتك الجديده اللي هي جامعة، جامعه امورك جديدة. انت صرت شاب، يعني نحن بصير عندنا اختلاف. شوفي هي المرحله مرحله مفصليه، انت بلحظه من اللحظات كنت عم تتعاملي مع هذا الطالب هو طفل مراهق فجاه صار شاب، تمام. شوفي قديش المفردة كثير حلوه وثقيله. اثنين اللي هو عباره انه انا هذا الامور النفسيه اللي هو الدعم بالكلمات والمفردات، يعني الدعم اللطيف الايجابي وليس اللي هو المفرط، يعني ما بدي اقول له انه انت اذكى واحد واشطر واحد وانت ما صار مثلك اثنين، لا انا بدي احكي بطريقه انه ماما انت تعبت ولكل مجتهد يصيب، تمام، اللي هو هذا من الدعم بطريقه لطيفه، وانا ما اعطي اوبرا حتى بالدعم والتحفيز، لانك انت اذا انت قلتي لابنك انت البطل وانت المبدع وهيك، وهو جاي مثلا سؤال ما زبطت معه، شو بصير معه؟ ابدا سكرت معه نهائيا، وين البطل بالقصه؟ هي عباره انه ماما لكل مجتهد نصيب، انت تعبت، انت لازم تاخذ، بمعنى انه هذا القلق اللي هو بصير عندنا، بمعنى انه انا تعبت بالضغط الحكي وكذا، مثلا اخواته مثلا بعده عن الغرفه هو عنده بكالوريا، بلحظه من اللحظات انا ما بدي اشعره لابني انه هو صار ما دخله بعائلتنا نهائيا، ايه تماما، او انت نخلص بقى من البكالوريا، لا هي بطريقه طبيعيه ولطيفه، بس بنفس الوقت انا لا بدي هي الجو، بدي هي البيئه، اي كلمه مثلا تزعج انا ما لازم احكيها، لانه هو شوفي
كل حياتنا هو دائما هو القصه هي نفسيه، الحاله النفسيه. انت كنتي مزاجيه حلوه حالتك النفسيه رواء اكيد، انت كنتي مثلا مزاجيه سيئه فانت جسمك بيمرض تمام، اللي هي ضربه الحاله النفسيه. ما عم نقول احنا عم تتعب عنا مثلا سياره اسعاف بتلاقي احيانا وبالامتحانات صحيح على ابواب المراكز كله بيضرب. اذا حدا حاله بالقاعه حاله بالقاعه صار عنده غثيان او اضطراب معين، انت الحاله النفسيه انتقلت على كل القاعه. فنحن بدنا نحاول حتى نحن كموجهين كمراقبين رجاء هي هيك يعتبرون كانه اولادكم انه انتم ما تحاولوا تضغطون لا كلمات ولا مؤثرات حتى بحركات النظرات يلي انه انت كمشت اللصي اللي هو مثلا عم يحرك راسه. فهي يمكن معلومات وتفاصيل كثير مهمه، يمكن نحن فعلا ما بنقدر نكون قد ما حاولنا نكون رايقين ما بنقدر يوم بموضوع الدراسه والامتحانات. ويمكن دكتوره ببدايه حديثنا معك ذكرتي انه هذا التوتر والقلق دائما يمكن بضل مرافقون لا داخل القاعه جوا بورقه الاسئله بالقاعه الموجود فيها. طيب اذا بدنا نعطيهم نصائح لقبل بيوم الامتحان، كيف نحن بنقدر نجهز طلابنا نفسيا ومعنويا ودراسيا لحتى يلجؤوا للامتحان؟ قبل بيوم اللي هو انه انت لازم تنام كفايه من النوم، حاولوا قدر الامكان خاصه اول ماده سواء كل المواد بالامتحانات الرسميه للتاسع او البكالوريوس حاولوا تناموا. في طلاب هلا انه لا ما بنقدر ننام بدنا نضل سهرانين لاخر وقت الصباح. الشغله الثانيه اذا ضل صاحبك التوتر لاخر امتحان انت خسرت، انت ما ربحت. وهذا الحين بنشوفه في ناس هي خاص توقف القلق الامتحاني بعد الماده الاولى، في ناس بتصاحبها كل يوم نفس الشيء. بالاضافه للاهل اللي هو عباره انه انت مثلا ما بدك تودعه لابنك على اساس فايته هو على الحرب على الامتحان، هو رايح على الامتحان وطالع بلا هي الحركات الاحتضان الكثير او البكاء او التوتر. الاهل رجاء انتم ما تعطوا التوتر بطريقه انه ضلكم طول الوقت عم تعطوه كلمات مثلا انتبه دير بالك من على اليمين من على اليسار، خليه بطبيعته باسلوبه لهو يقدر يمشي بهي الطريقه. الالام ما تكثروا له الالام لانه هي عباره انه الم واحد او الم خصص ما بدها مجموعه الام، لانه بركي حظك وبركي نصيبك. لا تفوتي بكلمات انه في حظ وفي نصيب، هو انت درست حتاخذ وتحصل على نتيجتك، بس انت روق امورك والامور بخير ان شاء الله. وان شاء الله كلنا موفقين. امين يا رب. وبلاها اليوم التجمعات على ابواب المراكز، يعني هي في بكي في بكي هو اخطر من انه عادي يعني انت بتحسي انه هن فاتوا يضلوا يخوف يطلعوا هن فاتوا على الحرب فعليا فعليا، ويا رب ينتصروا ويطلعوا لنا. وخايف اطلع اهلي برا. تمام ان شاء الله هيك تمضى هاي الفتره بسلام ورواء. اليوم مثل ما قلنا الاهالي يعني يخافوا، واليوم هيك ان شاء الله بالتوفيق لكل طلابنا ولكل اهاليهم، الله يجبر بخاطر الجميع. دكتوره بدي اشكر حضورك لليوم، الدكتوره فاتن نظام دكتوره بالعلاقات العامه وتنميه المهارات الحياتيه. شكرا. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتوره ولوجودك معنا لليوم. استمر. واكيد كل النجاح والتوفيق لطلابنا بامتحاناتهم، الله لا يضيع لهم تعبه اكيد، ان شاء الله يا رب يتكلل كل جهودهم بالنجاح ويفرح قلب اهاليهم فيهم.